نعم، السلام عليكم ورحمة الله متابعي شاشة عراق ميديا بريس، وأهلا بكم في برنامج كلام واضح. ضيف حلقتنا لهذا اليوم معاون مدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية لمصانع ألبان أبو غريب الأستاذ عبد الرحيم عايد الزوبعي، وأهلا بك أستاذ عبد الرحيم. أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا بك وبقناتكم وبرنامجكم كلام واضح. أهلا كل أهلا بكم. أهلا وسهلا. إحنا سياسة برنامج كلام واضح، إن شاء الله كلامنا واضح وعنوان أنت واضح، واليوم نحكي بكل صراحة وعلى المكشوف، ننقل هموم الشارع العراقي وكذلك يعني إدارة المصنع، هم عندكم فد مشاكل ومعوقات تقف ألبان أبو غريب، كيف كانت وكيف وصل بها الحال ومن هو السبب في إقصائها؟ ألبان أبو غريب لم تقصى. ألبان أبو غريب كانت تنتج من عام 1958 إلى يومنا هذا، إنتاجها مستمر ولم ينقطع عن الأسواق المحلية ولا يوم واحد. بعد 2003 الدولة ساعدتنا بمبالغ كبيرة جداً، استغلينا هاي المبالغ بشراء مكان ومعدات متطورة جدا. الغاية من شراء هذه هي المعدات والمكان هي لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجات الألبان، بالإضافة إلى إنتاج أنواع جديدة من منتجات الألبان تغطي حاجة السوق. هاي المكان والمعدات الحديثة اللي تم استيرادها من مناشئ عالمية رصينة ومعروفة ومختصة في مجال صناعة الألبان، مكنت مصانعنا من طرح منتجات جديدة في الأسواق المحلية وخصوصا الحليب المعقم، حيث أن هذا المنتج أصبح عمره 6 أشهر، أعطانا مدى واسع جدا في منافسة المنتجات المثيلة اللي تم طرحها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأجبان المطبوخة ذات العمر الطويل واللي تم استخدام التقنية UHT في إنتاج هذه الأنواع من المنتجات، وعطتنا أيضا عمر طويل يصل إلى 6 أشهر أيضا. يعني على حد قولك معمل ألبان أو مصانع ألبان أبو غريب لم تقصى، بس نقدر نقول مهمشة أو منسية من قبل الحكومة؟ لا، هي غير مهمشة وغير منسية من قبل الحكومة. كل اللي إحنا دا نعاني من عنده هي إغراق السوق المحلية بالمنتجات العربية والأجنبية من منتجات الألبان. ما أقدر أقول لك كل هاي المنتجات، بل أغلب هاي المنتجات هي غير مطابقة للمواصفة القياسية، وهناك منتجات مطابقة للمواصفة القياسية تماما. اللي دا نعاني من عنده هي عملية المنافسة الغير عادلة بالسوق المحلية. مثل ما قلت لك، كميات كبيرة جدا تطرح في الأسواق المحلية هي غير مطابقة للمواصفات القياسية وبأسعار زهيدة جدا لا تكاد تساوي قيمة تصنيعها. خلينا نبقى في الأسواق المحلية. مصانع ألبان أبو غريب ومنتجاتها كالأجبان والحليب المطعم والكثير منها لا زالت يعني منتشرة في الأسواق المحلية لو تتحارب من المستورد؟ من الذي يحاربها؟ ما أقدر أسميه حرب بقدر ما أسميه يعني عدم تخطيط واضح. أنت منافس للمستورد هسه يعني موازي منتجاتنا إليه؟ نعم، منافسة من ناحية الجودة لكافة المنتجات العربية والأجنبية المطروحة في الأسواق. مثل ما قلت لك، المكان والمعدات اللي استوردناها ساهمت في إنتاج أنواع جديدة جدا تنافس كافة المنتجات العربية والأجنبية المطروحة في الأسواق المحلية. كل اللي نحتاج إليه هي دعم حماية المنتج لهذه المنتجات وتفعيل كافة الأوامر الوزارية أو اللي صدرت بهذا الخصوص. مثلا عندنا الجبن المطبوخ حصلنا عليه حماية منتج، القشطة حصلنا عليه حماية منتج، واللبن الرائب، والآن نسعى وبشكل جاد نحصل على حماية منتج للجبن المطبوخ. طموحنا ما يتوقف عند حد معين إطلاقا، نحن دائما نسعى أن ننافس كافة المنتجات العربية والأجنبية من خلال دراسة هذه المنتجات ومن خلال وضع خطط مستقبلية لمصانعنا من أجل أن نطور إنتاجنا من نوعا وكمان.
دخلت لكم يعني بالعهد الجديد خطوط انتاج جديده؟ اي نعم، احنا ان شاء الله 10 ايام او 15 يوم تدخل لنا ماكينه جديده. نقدر نتعرفها حتى تكون حصر اللي كلام واضح برنامج كلام واضح. الماكينه هي تركيه من شركه بيتا باج، حصلنا عليها موافقات واشترينا هاي الماكينه، وان شاء الله هاي الماكينه راح تزيد كميه المنتج من الجبن المطبوخ في شركتنا وتحسنه كمان ونوعا. يعني انتم كمعمل وعنوان مصانع البان ابو غريب تابع لوزاره الصناعه، يعني كيف كانت الوزاره وياكم؟ يعني دعمها بشكل تام؟ الوزاره داعمه دعم كامل لكل متطلباتنا، وهي ويانا بكل ما يحسن الانتاج كما ونوعا، وهي تعمل دائما على تسهيل كافه المعوقات اللي احنا نطرحها عليها. بما انه يعني نوجه تحيه للسيد المعالي وزير الصناعه والمعادن الاستاذ محمد شيع السوداني، بما انه هو عنده روح الوطنيه وروح دعم المنتج المحلي. طبعا احنا نوجه قريب لكم، نوجه تحيه لمعالي الوزير على جهوده الجباره والكبيره اللي يبذلها يوميا من اجل خدمه الوزاره، وهو قريب جدا زار شركتنا قبل اكثر من 6 اشهر من مقر الشركه وابدا توجيهات واحنا عملنا بهاي التوجيهات، واحنا مستمرين بالتواصل مع معالي الوزير وهو متواصل معنا بشكل مستمر. عندكم في المعوقات مشاكل طرحتوها له وبت بالموضوع؟ كل مشاكلنا هي اغلبها يعني انه التخصيصات الماليه تعانون منها اللي نعاني من عندها. طرحنا عليه انه كان باكيت نريد نشتري هاي الماكينه، قلت لك عليها سهلنا معالي الوزير. مورد ذاتي نقول؟ طبعا من 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 موارد ذاتيه. معالي الوزير سهل لنا عمليه شراء الماكينه بشكل سريع جدا يعني. شو قد هيكليه المعمل من الموظفين؟ عندنا حاليا 3035 موظف لحد نهايه الشهر الخامس. 3035 موظف. 35 موظف. هذا العدد يعتبر كبير جدا قياسا للمصانع. بسنه 2006 كان عندنا بحدود 8000 موظف. بداوا الموظفين القسم نقلوا الى دوائر اخرى، وقسم طلعوا على التقاعد، والوفيات خفضت هذا العدد، والاستقاله خفضت هذا العدد بشكل كبير جدا حتى وصلنا لنهايه هذا الشهر 3035 موظف. يعني هسه احصائيه كامله 3035 طبعا عند نهايه كل شهر نسوي احصائيه على كل الموظفين اللي طلع تقاعد، اللي قدم استقاله، اللي انتقل الى رحمه الله، وكل شهر ينحى هذا الوقف. 3000 داخل المصانع يعني هسه حاليا؟ 3000 فروع اخرى. 3000 بعد فروع اخرى. 3000 هم اللي مصانع البان ابو غريب، مصانع البان ديوانيه، ومصانع البان الموصل. ديوانيه وموصل؟ ويانا. هنا منتشرين يعني ناشرين؟ منتشرين، هم تابعين لنا. تابعين. تابعين مصانع البان ابو غريب. اها. اي نعم. لكن هسه في هاي المصانع هسه دائرتكم هاي يعني بالتحديد ايش قد عندكم احصائيه؟ بحدود 2800 2700 تقريبا. كلهم فعالين؟ شو الفعالين؟ يعني فعالين بالعمل؟ لا الاغلبيه يعني يداوموا دوام عادي، بس مو داخل المصانع، تدري زراعيه و... منتشرين فيكم الاختصاص. منتشرين فيكم الاختصاص طبعا. يعني اليوم دوامه مستمر بدون انقطاع، ودوام مستمر وعادي. خل نبقى بتصنيع الاجبان الهيكليه، يعني من الصحه شلون عمليه المصانع شراء الحليب، ممكن نتعرف عن طريقها؟ طبعا كل منتج خاضع تماما لمقاييس السيطرة النوعية في داخل الشركة، وينتج ضمن مواصفة الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية. ينتج المنتج اليوم ويبقى في مخازننا لحين خضوعه لكافة الفحوصات الفيزيائية والبكتيرولوجية والكيميائية. في حال نجاحه بهذه الفحوصات يطرح في اليوم الثاني للأسواق المحلية، وفي حال لا سمح الله يعني عدم المطابقة يعزل إلى جانب آخر يعني. بس كل منتجاتنا تابعه تماما لمواصفات الجهاز المركزي للتقيس والسيطره النوعيه. نعم. ويتم انتاجها على ضوء هذه المواصفات. اكو تعاون بين وزاره الصناعه وبالتحديد معملكم مع وزاره الزراعه من قبل الثروه الحيوانيه؟ حاليا ما عندنا اي تعاون وياهم. كان قبل ينطونا اعلاف للمربين الحيوانات. قبل يعني قد؟ قبل 2003. لا انا اريد هسه يعني ابد ما هسه ما عندنا تعاون، احنا بالعكس ندعو وزاره الزراعه ان يقدمون الدعم والعون للفلاحين ومربي الحيوانات ويدعموهم من ناحيه دعم بيطري، يدعمون القطعان اللي عندهم بالاضافه الى دعم بالاسمده والبذور العلفيه حتى يتمكنون من تربيه دواجنهم بشكل صحيح، وبالتالي المستفيد هو كل البلد، حيث يتم تشغيل طاقات شبابيه كبيره في عمليات التربيه بالاضافه الى نقل منتجات الحليب لمصانعنا، ومصانع تعتمد اعتماد كلي على الحليب الخام.
على مر الحكومات اللي مرت والوزراء اللي تسنوا منصب وزارة الزراعة، رفعتوا لهم كتاب طالبتوا انه يكون تعاون، يكون عمل مشترك لارتقاء في هذا العنوان او الصرح، هذا عنوان معمل البان ابو غريب. معمل البان ابو غريب كلها تتذكر، احنا كنا اطفال نعرف شنو البان ابو غريب. معمل البان ابو غريب صرح كبير في دولتنا، تم انشاء سنه 1958 وهو مستمر بالعمل مثل ما قلت لك مسبقا، مستمر بالعمل منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا، ونحن نامل ان نتعاون مع وزاره الزراعه للاسباب اللي ذكرتها لحضرتك. رفعتوا مخاطبات بينكم وبين الوزاره لو ما عرفت؟ لا بعد ما رفعنا شيء. يعني شو ما عندنا وزاره الزراعه؟ عندنا وزاره الزراعه، شو ما عندنا وزاره الزراعه؟ قول لي يا وزير الزراعه نريد منك واحده اثنين ثلاثه. بلد عنده بس يدعمنا الفلاح. دعم الفلاح يفيدنا وبكل مجال عملنا، يوفر للفلاح البذور والبذور العلاف، بالاضافه لذلك يوفر يعني الدعم. اذا دعم الفلاح العراقي طبعا، اذا دعم الفلاح العراقي راح يرتقي بكل انتاجه، وبالتالي احنا راح نستفاد من عنده. نعم. المستورد اليوم يعني إلى سطوه في الشارع، عديتهم يعني خطه سطوه في السوق، في السوق او بالتحديد نعم إلى سطوه في السوق المحليه، وصار يعني تناسبه اكثر من يعني استقبال العوائل والناس تستقطبه اكثر من المحلي. سويتوا خطوه يعني فد خطط مستقبليه حتى انه تنافسونا او يعني يكون اكتفاء ذاتي؟ الحمد لله رب العالمين، المواطن العراقي بدا يعرف شنو المنتجات العربيه والاجنبيه المستورده، ومهما اقدر اعمم على الكل راح اقول لك غسم الاغلبيه. هذه المنتجات قلت لك غير مطابقه للمواصفات القياسيه. المواطن الحمد لله رب العالمين بدا يتفهم هاي الامور من خلال القنوات والاعلام الداعم للمنتج الوطني ومن ضمنها قناتكم. نعم. احنا دائما نعتمد اعتماد كبير على الاعلام في ايصال نظرتنا وبايصال الصوره الحقيقيه للمنتج العراقي الذي ينتج داخل البلد والذي ينتج ضمن المواصفه القياسيه العراقيه، وانا لا اقصد الالبان فقط، اقصد كل منتجات وزاره الصناعه ومعادن لا تنتج الا ضمن مواصفه قياسيه صحيحه معتمده في داخل البلد. مواطن الحمد لله رب العالمين بدا يعرف شنو المنتج العراقي، بدا يعرف شنو اهميه المنتج العراقي مثل ما قلت لك من خلال الاعلام الهادف اللي ينقل الصوره الحقيقيه للمنتج العراقي يوميا. يوميا ايش قد يعني تسيرون هاي المندوبين؟ ما اعرف يعني عندكم مصطلح مندوبين او البرادات اللي تنزل للشارع مثل قبل كانت مندوبين ويتوزعون الى مناطق عده في بغداد؟ احنا عندنا اسطول بين السيارات في قسم التسويق تعمل على ايصال منتجاتنا يوميا الى المواطن والى بعض الوزارات والى الكثير من الوكلاء. ذكرت الوزارات الدفاع والداخليه، يعني ولدنا الأبطال الجنود بدل ما يأكلون القشطة الكويتية أو الإيرانية، لا تحدد يعني لا احنا ما لا نضرب مثال بشكل عام، لا لا بشكل عام يعني كويتي إيراني سعودي ليش؟ يعني هسه ميهم إيراني هذا سعودي. اليوم ماكو يعني مخاطبات مفاتحات انه حتى تدعموهم وهذا حتى يكون مورد ذاتي؟ يعني احنا عندنا يعني تقدر تقول تعاون مع وزارة الدفاع. نحن الآن نجهز 3 مداخل رئيسية بمحافظة بغداد من منتجاتنا، ونأمل أن تزداد حجم التعاون بيننا وبين وزارة الدفاع إلى أكبر كم ممكن، ونطالب وزارة الداخلية وكل الوزارات اللي لها علاقة بمنتجات الألبان أن تتعاون معنا، وإحنا على أهبة الاستعداد أن نتعامل مع هذه الوزارات إن شاء الله. لأن إن شاء الله أنه يسمعونا وزارة الدفاع والداخلية لتلبية هذا، هو لصالح العام ولصالح الشعب العراقي. أحبتي المتابعين، فاصل ونواصل. We'll be right back.
نعم رجعنا وياكم أحبتي متابعي شاشة عراق ميديا بريس ومع ضيف برنامج كلام واضح الأستاذ عبد الرحيم عايدة الزوبعي معاون مدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية لمصانع ألوان أبو غريب. وأهلا مرة بك أخرى. أكو عتب من عندكم الحكومة؟ عتب مو عتب, عتب أخوي يعتبر رجاء أو طلب وليس عتب إجراء يعني نطلب من حكومتنا المقارنة أن تدعمنا. شو قصة لك الطالب الساعة؟ إحنا نبقى نطالب وما نيأس أبد ولا نتوقف لأن عندنا أمل كبير جدا بأن تعاد الصناعة الوطنية بشكل كبير جدا وعندنا أمل إنه نغطي كل حاجة السوق في المستقبل القريب إن شاء الله وعندنا أمل مواطننا الكريم أن ينتبه المنتجات بلده وأن يقتنيها لأن هاي العملية تدر بالفائدة الكبيرة لكل البلد يعني اللي راح يشتغل بداخل البلد هو ابن البلد والموارد اللي تستخرج من البلد هي انه والاموال تدور داخل البلد مثل ما قلت لك ما نتوقف ابد بالمطالبة ان شاء الله. خلينا نبقى يعني بتغطية الاسواق المحلية يعني هناك احصائية رسمية عندكم اسبوعية يعني على شكل دوري اسبوعي او شهري يعني هل قد تغطيتوا السوق؟ احنا عندنا طاقة انتاجية مال مكاين عالية جدا وطاقة بشرية تدير هاي المكاين ايضا عالية جدا. فمن هذا وتعتبرون مقياس؟ احنا المحدد مالتنا مثل ما قلت لك عملية التسويق هذه المنتجات الى الاسواق المحلية. عملية هذه عملية التسويق دا تنصدم بهواية امور. مثلا الشركات الاهلية او الشركات الخارجية تنطي مثلا للمسوقين او لاصحاب الجملة الكبيرة منتجاتها وإذا تلف يتعهد لأنه يرجع هاي المنتوجات التالفة. هاي النقطة احنا ما عندنا. احنا نسوق المنتوج بواسطة شعبة التسويق أو قسم التسويق. المنتوج من نطيل الوكيل ما يرجع بيعه وناخذ فلوسه مباشرة يعني بيع مباشر مباشر. أي هاي النقطة تساعد التجار على أن يأخذون من الشركات الأهلية اللي يقول لك أنا تنطيني أنت وأنا أبيع لك واللي يتلف أرجع لك إياه أو تسترجع. يعني هاي النقطة احنا ما عندنا تماما يعني بالإضافة نحن نبيع نقد يعني هم لا يبيع بالآجل ينطي تاجر الجملة بالآجل يصرف البضاعة ثم ينطي المبلغ. احنا لا احنا نبيع طبعا ذلك النقطين مو صالحنا بس احنا ما دام شركات حكومية وما دام شركات حكومية نعمل بسياق الحكومة فنستحصل أموالنا كل يوم بيومه. نعم استاذ احنا قبل لا يكون نتشرف بلقائك الكريم عدينا تقرير مع مواطنين في الشارع هناك يعني تشوق وترغ يعني ترغيب انه يعني تعود المفردات اللي من مصانع ألبان ابو غريب الى العائله وبالتحديد الى الثلاجه في البيت. يعني خلينا نتعرف احنا وياك على مفردات اللي تصنعوها. شنو اللي تصنعون انتم اليوم؟ احنا بالنسبه لنا منتجاتنا هي منتجات الالبان شبه كامله تقريبا. عندنا الزبد بالاضافه الى القشطه والجبن الطري واللبن بكل انواعه الحليب المعقم ننتج الايس كريم في الديوانيه الجبن المطبوخ. هاي منتجاتنا وطبعا كل ايتم من هاي الايتمات بمجموعه مفردات. يعني مثلا اللبن عندنا لبن ال 100 غرام وال 200 غرام وال 150 غرام عندنا الكيلو والكيلوين وثلاثه وثلاثه و300 عندنا لبن الشنينه. شوف كل فقره او كل فقره من هاي الفقرات هي مجموعه منتجات. يعني قلت لك الجبن المطبوخ عندنا جبن مطبوخ ايضا 100 غرام وعندنا 200 غرام وعندنا 175 غرام بالاضافه الى نوع الخلطه المستخدم او المنتج ايضا تختلف من شعبه الى شعبه. يعني مهندسي اخصائيين واطباء موجودين. شركتنا مثل ما قلت لك شركه عريقه جدا تم تاسيسها بال 58 وبها خبرات كبيره جدا في مجال التصنيع وفي مجال الصيانه. كوادر تستحق كل الاحترام والتقدير وكوادر كفوه وتقوم بعملها بشكل كامل وصحيح والحمد لله رب العالمين. اكو منتجات جديده راح تنزل يعني من خلالكم للاسواق المحليه نضيفوها؟ نبحث بشكل مستمر حاجه السوق ونعمل على نعمل دراسات من اجل توفير هذه المنتجات لمواطننا الكريم لان المواطن يستحق كل الاحترام والتقدير. شلون الطلب هسه المنتجاتكم بالسوق؟ الطلب يزداد
يعني شهر على شهر الحمد لله رب العالمين يزداد الطلب نتيجة الوعي الكامل لمواطننا الكريم على منتجاتنا اللي هي خالية تماما من المواد الحافظة. مثل ما تعرف حضرتك هاي المواد هي مواد مضرة جدا بالصحة العامة، تراكم هاي المواد في الجسم يسبب أمراض خطيرة جدا. نسأل الله أن يجنبنا ويجنبكم ويجنب المواطن الكريم. آمين آمين. ذكرت أحد المفردات اللي تصنعوها في داخل معامل الألبان أبو غريب الحليب المطعم، فاتحت وزارة التربية، وزارة التربية إجتكم قالت يابا زودونا حتى نزود رياض الأطفال المدارس بعض المدارس، يعني والله يقول خطبنا كل الوزارات، كل الوزارات يعني التربية خطبناها، شنا قبل السابق خطبنا وزارة الدفاع الحمد لله العظيم استجابوا، خطب من اغلب الوزارات على انه هاي منتجاتنا، هاي اسعارها، هاي صلاحياتها، يفتحون باب التعاون ويانا. مثل ما قلت احنا جاهزين نفتح باب التعاون مع كل هذه الوزارات متى شاءوا، يعني تدق بوبهم بس لكن ما حد لحد الان ما حصلنا على استجابه، فقط وزاره الدفاع. ليش شنو السبب؟ ما يعفد يوم قلت انا اكثر من كتاب ارفع لهاي الوزاره وما تفتح لي، ما حصلنا على اجابات واضحه. نتمنى يعني يكون اجابات واضحه. نسال الله من خلال برنامجكم على تشكيل الحكومه القادمه. ادعو كل الوزارات من خلال برنامجكم الى ان يتعاونون ويانا، واحنا جاهزين نتعاون وياهم وان شاء والمصلحه الله العامه. طبعا المصلحه العامه، وان شاء الله نرضيهم من ناحيه الكميه والنوعيه ان شاء الله والسعر. زين انتم يعني ما بادرتوا من عندكم تزورون بعض المدارس او تغطيه نشاطات وتوزعون هاي الحليب المطعم في سبيل حتى يكون شوي نوع من يعني حتى شوي نخجلهم لوزاره التربيه؟ نقول يابا تعالوا، احنا ما يحتاج نخجلهم يخجلونا، احنا نحتاج ان نفكر تفكير وطني بمصلحه بلدنا. اي دام هو ما يعي انه هاي مصلحه عامه، احنا نحتاج مثل ما قلت التفكير هذا التفكير ان يكون تفكير وطني عميق، انه اذا 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 هم يوزعون اذا هم يوزعون هاي المنتجات الى طلابهم فالاولى ان ياخذوا من عندنا. ياخذوا من عندنا هاي المنتجات وخلي امنون انه منتجاتنا امينه جدا غذائيا وخاضعه تماما لكافه المتطلبات. ايش قد يوميا تسحبون حليب؟ حاليا من 30 الى 35 طن حليب خام يوميا. هذا الحليب يعني خام؟ خام من الفلاح يعني مال الديره؟ اي مال الديره. لا يعني مو مستورد؟ لا لا مو مستورد. ولا نضيف له اضافات وكذا؟ اذا احتاجين اذا احتاجينا في بعض الحالات اذا احتاجينا لو كانت الكميه قليله نستخدم حليب باودر، ولكن من اجود ما يكون بالسوق. اها كلمة قليلة جدا قليلة يعني وقت التدعيم. شو تحب يعني اليوم رسالتكم انتم كمصانع ألبان أبو غريب، شو تحب توجه المواطن؟ والله رسالتي للمواطن الكريم ان يعرف انه مصانع ألبان أبو غريب كانت وما زالت وستبقى تعمل لخدمته، واحنا ان شاء الله ما ننتج منتوج الا كامل المواصفات، وادعو مواطننا الكريم ان يقتني منتوجاتنا وان شاء الله راح يفرح بها، لانه اذا اقتنى هذه المنتجات راح يساعدنا على ان نشتري خطوط جديده، ان نوسع مصانعنا، ان نديم هاي المصانع، واحنا دائما نسعى الى نيل ثقه مواطننا الكريم بهذا المجال. قانون حمايه المنتج طبق ام لا؟ طبعا طبق، تم تطبيقه. نعم اها تم تطبيقه. راح يضيف لكم شيء ان شاء الله، يضيف لنا اضافه جديده وهي ان يوسع عملنا حيقلل من هاي المنتجات، بس نسال الله عز وجل ان تتمكن الجهات الرقابية المسؤولة عن هذا الملف أن يطبقوه بشكل كامل وصحيح. نعم، في أكثر من دورة يعني السادة وزراء الصناعة والمعادن تسنموا، جوز احتمال جفوا عنكم ما حد، بس دنشوف سيد معالي وزير الصناعة والمعادن السادة محمد شياع السوداني يعني مصادرنا الخاصة تكون قريبة منكم. والله ليش هالروحية؟ معالي الوزير معالي نشط جدا، متابع جدا، حريص على الصناعة الوطنية، وهذا واضح جدا من خلال نشاطاته ومتابعته لوزارته. أستاذ عبد الرحيم، تحب يعني أكو فد إضافات، فد معوقات تعيقك أنت في عملك الويابة عن طريقنا حتى نقدمها لدولة رئيس الوزراء حتى ينقذكم؟ أكو مشاكل تشوفوها أمام طريقكم؟ مشاكلنا كلها بسيطة، ده حلب اتباعا مع معالي الوزير. اها اي نعم جيد. احنا نشكرك استاذ عبد الرحيم على حسن الاستقبال والضيافه. اني اشكركم. نعم. واشكر قناتكم الموقره واشكر برنامج كلام واضح على تسليط الضوء على مصانع البان ابو غريب التابعه للشركه العامه للمنتجات الغذائيه، وهي احدى تشكيلات وزاره الصناعه والمعادن البطاله.
ونبقى ندعو المواطن، واحنا نبقى نستمر ندعم مواطننا الكريم على ندعمه وندعوه، ندعمه من ناحيه النوعيه أي. والجوده والسعر، وندعوه ان يقتني منتجاتنا مو بس الالبان، كل منتجات وزاره الصناعه والمعادن اللي مالها من جوده عاليه ان يقتنيها وان يدعمنا، واحنا ندعم ان شاء الله في خدمه بلدنا العظيم ان شاء الله. نعم، شكرا لك احبتي المتابعين، لا يصنعنا الا ان اشكركم واشكر حسن الاصغاء والمتابعه. شكرا باسمكم لضيف برنامج كلام واضح الاستاذ معاون مدير عام الشركه العامه للمنتوجات الغذائيه لمصانع البان ابو غريب الاستاذ عبد الرحيم عايد الزوبعي. شكرا لك استاذ. شكرا لكم استاذ محمد وجهودكم الجباره في هذا المجال.